بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نحل مع بعض 148 جملة اللي نزلناهم على قاعدة المستقبل. عايز انتبهكم إن دي تاني مرة أسجل الفيديو ده. سجلت الفيديو بعد ما وصلت الجملة 140، للأسف الكهرباء قطعت والفيديو ضاع، فأنا بعمله من أول وجديد دي للمرة الثانية. أتمنى ربنا يرزقني نفس الروح كده اللي كنت بعمل بها الفيديو الأولاني. تعالوا نشوف أول بس كده حاجة قبل ما أبدأ الحل. تعالوا نراجع مع بعض احنا نستخدم اشكال المستقبل امتى. اول حاجه معانا استخدامات بي جوينج تو. سريعا كده نقرا مع بعض الكلام ده عشان نفتكر. بنستخدم جوينج تو لما يكون جمله انتند او بلان او ديسايد. الكلمات دي بستخدمها عشان اعبر عن ان في نيه، وكلمه سيف اللي معناها يوفر، وكلمه امبيشن اللي هو الطموح. ولما اكون بتكلم عن طموح شخصي مش طموح حد تاني، يعني لما اقول لك انا هكون دكتور فاقول لك ام جوينج تو بي ا دكتور. طب اماني هتكون دكتوره فاقول لك لا اماني ويل بي ا دكتور، لانك انت بتتكلم عن حد تاني، يبقى تنبؤ. لما نلاقي في الجمله لوك اوت، واتش اوت، تيك كير، بي كيرفول، اللي هم الفاظ التحذير، نعمل حسابنا على طول ان احنا محتاجين جوينج تو. لكن انتبه، لو انت لقيت في الجمله لفظ تحذير بعد كلمه اور يبقى ما ينفعش غير ويل. قاعده مخلصانه كده، لما يكون في ويل في اور يبقى ويل. في الاخير بيبقى لما يكون معاك دليل بتستخدم جوينج تو. في ثلاث ملاحظات لازم نفتكرهم كده دايما، ان لما يكون معاك في الجمله دليل وكلمه ثينك نستخدم جوينج تو. على سبيل المثال لما انت تقول لي اتس دارك ده دليل، I think يبقى برضه هتقول it's going to rain، بالرغم ان think عايز اقول، بس انت لما يكون في دليل مع think ناخد going to. الحاجة التانية لما يكون في لفظ تحذير بنستخدم going to، طب لفظ التحذير معاه word يبقى نستخدم will، زي ما اقول لك مثلا look out احترس or you will fall والا ستقع، خدنا will عشان خاطر or. طب لو شلنا or دي من هنا يبقى نشيل will ونستخدم going to. بقول لك ان الصفات الشخصية لا تعد دليلا. لو كتبت لك مثال، المثال اللي انا كاتبه ده تعالى نقراه مع بعض. لما اقول لك شي از كليفر، يعني هي ذكيه، شي ويل كم فيرست، هتكون في المركز الاول. انت ايه اللي عرفك انها هتيجي في المركز الاولاني؟ انها ذكيه. لكن انت ما ينفعش تقول لي هي هتيجي في المركز الاول بدليل انها ذكيه يبقى ده دليل فناخد جوينج تو. لا، قال لك الصفات الشخصيه ما بتعتبرش دليل. لما اقول لك واحد ذكي، طويل، قصير، سريع، بطيء، دي صفات شخصيه معاها ويل وانت مغمض عينك. طيب امتى نستخدم ويل بقى؟ بنستخدم ويل في حاله العرض والطلب. واحد شايل شنطه تقيله وتقول له اي ويل هيلب يو، او تقول له ويل يو هيلب مي، يبقى العرض والطلب معاهم ويل. المواليد، نقول لك ابويا هيكون عنده 90 سنه فناخد ويل على طول. القرار السريع، الدنيا حر هفتح الشباك يبقى اي ويل اوبن ذا دور. طب الدنيا بارد هنقفل الشباك فاقول لك اي ويل كلوز ذا دور ذا ويندو. الكلمات المعينه اللي بتيجي مع ويل دايما، لما تلاقي كلمه هوب، وان داي، اي ام شور، كلمه بريدكت، اكسبكت، بروميس، ثينك، او الكلمات اللي بتعبر عن الاحتمال زي برهابس والناس دي. احنا بنستخدم ويل برضو لما تنبأ تنبؤ بلا دليل، زي ما قلت لك مثلا اماني ويل بي ا دكتور، ده تنبؤ، يبقى ناخد ويل. اي رابط في الدنيا جبنا بعديه مضارع بسيط او مضارع تام، لازم الناحيه الثانيه يكون في ويل والفعل في المصدر. ده بالنسبه لويل. قراءه سريعه برضو لاستخدام المضارع البسيط. بستخدم مضارع بسيط مع المواعيد الثابته. يعني ايه المواعيد اللي ما ينفعش نغيرها؟ يعني الحاجه اللي هتحصل حتى لو انت ما حضرتش. زي الليسن، انت عندك في المدرسه حصه الساعه 8 وانت غبت النهارده، هيستنوا ان شاء الله لما تحضر؟ لا طبعا. يبقى الحصه الليسن والماتش، المحاضره، البرنامج، الفيلم، القطار، الطياره، الكلام ده كله مواعيد ثابته وانت معاه مباشره تاخد مضارع بسيط. طيب اللي عايز الفت انتباهك ليه، انك انت ممكن تقول لي ماي بلين، يعني طيارتي، ليفز، تغادر ات 2. طيارتي بتغادر الساعه 2، ممكن بدل ليفز نقول از فنقول طيارتي تكون الساعه 2. الحاجه اللي بعد كده اللي هو المضارع المستمر. بستخدم مضارع مستمر مع الترتيبات. اي حاجه بنعمل لها ترتيب ناخد مضارع مستمر، اللي هو الفيرب تو بي والفعل المضاف اي ان جي. خصوصا لما تلاقي الجمله بتتكلم عن زيارات وعن اجتماعات ومؤتمرات، لما يقول لك في الجمله اي كان، ايه الفكره ان احنا بنستخدم مع اي كان مضارع مستمر؟ ان انت لما تقول اي كانت مثلا اتند ذا ميتنج، انا مش هينفع احضر الاجتماع، اي ام مثلا سليبنج، اصلا ان شاء الله مخطط ان انا انام، يبقى انا مش هعمل الحاجه دي لاني مرتب اعمل دي. فدي الترتيب، ناخد مضارع مستمر. لما تلاقي في الجمله باسبورت او فيزا او تيكت او ارينج او ريبير، نعرف بريبير، نعرف الناس دي كلها عايزه مضارع مستمر مباشره. دي كانت قراءه سريعه لاحتمالات استخدام المستقبل. تعالى بقى نحل جمل واحده بواحده كده ونشوف. انا هحاول في كل جمله من دول اكتب لك تاني زي ما كنت عامل في الفيديو اللي باظ، يعني الجمله دي احنا حلينا الجمله دي كذا عشان كذا. Don't be late، ما تتاخرش، ذا باص ات اكزاكتلي 10 o'clock، ما تتاخرش، الاتوبيس هيمشي الساعه 10. الاتوبيس ده يبقى موعد ثابت، الموعد الثابت نستخدم معاه مضارع بسيط فنقول ليفز. A lot of people are waiting in front of or for the museum to open، ناس كتير واقفه قدام المتحف مستنيه لما المتحف يفتح. ده معناها ان المتحف هيكون مزدحم. طب انت ايه عرفك انه هيكون مزدحم؟ الناس واقفه بره كتير، يبقى ده تنبؤ مبني على دليل. طيب الجملة اللي بعد كده بيقول لك رقم 3، It's very hot in the house، الدنيا نار في المنزل، أنا سأشغل التكييف. يعني ده قرار سريع. اللي عرفك إنه قرار سريع، إيه الحاجة المنطقية اللي بتعملها لما يكون الدنيا حر؟ بشغل التكييف، يبقى قرار سريع ناخد ويل. We can't use classroom 5، مش هينفع نستخدم الفصل رقم 5 لأن هما
ناويين يدهنوا الحيطان، يعني شالوا التخت من الفصل وجابوا الدهانات، يبقى ده ترتيب ناخد مضارع مستمر عشان ده ترتيب. ذا ميكانيك الميكانيكي ريبيرنج يور كار باي ذا اند اوف ذا ويك. في حته كده ما اعرفش هي موجوده في فيديو الشرح ولا لا، ولكن عايزك تاخد بالك معايا كده وتنتبه للقصه دي. في حاجه يا شباب اسمها ويل، اسمها ويل بي والفعل مضاف له اي ان جي، وفي حاجه ثانيه اسمها ويل هاف والباست بارتيسيبل. الاولانيه اللي في اي ان جي ده اسمه مستقبل مستمر، والثاني ده اسمه مستقبل تام. ايه الفرق بين الاثنين؟ الفرق بينهم ان دي معناها سيكون مستمرا في عمل شيء، لكن دي سيكون قد انتهى من عمل الشيء. غمض عينك كده وتخيل معانا ان احنا، انا بقول لك بكره ان شاء الله من الساعه 7 لحد الساعه 9، يعني 7 و8 و9 10 11، من 7 لحد 9 انا هكون سليبنج، يعني انا هكون نايم. طيب ده معناها ان حضرتك لو جيت تزورني بكره الساعه 8، لو جيت تزورني بكره الساعه 8 فده معناها انك هتلاقيني ويل بي سليبنج، يعني هتلاقيني مستمر في النوم. انا هنام من 7 ل 9، يعني 7 ل 8 و8 ل 9. طب افرض انا جيت لك بكره الساعه 12، لو جيت لك بكره الساعه 12 يبقى انت هتقول لي كده اي ويل هاف سليبت. وعايز الفت انتباهك لفكره، انت لما تقول لي ويل هاف سليبت دي معناها ساكون قد نمت وصحيت، يعني حدث النوم ده هيكون انتهى. لو انا قلت لك ويل هاف ايتن يعني انا هكون كلت وخلصت اكل. واحد بيقول لك هاجي اتغدى معاك بكره، انت بتقول له والله يا عم احنا هنتغدى من الساعه 1 لحد الساعه 2، فانت لو جيت لي 1 ونص هتلاقيني ويل بي ايتنج، يعني هتلاقيني مستمر في الاكل وشغال. طب افرض انا جيت لك بقى بكره الساعه 3 ونص، الساعه 3 ونص ده معناها ان انا هلاقيك ويل هاف ايتن، يعني هلاقيك خلصت اكل والموضوع انتهى. الجمله اللي احنا هنحلها دلوقتي في الجمل دي على نفس الفكره، بيقول لك في الجمله دي ايه؟ الميكانيكي هيكون صلح العربيه بتاعتك باي ذا اند اوف ذا ويك، يعني نهايه الاسبوع، سيكون قد انتهى يعني هيكون خلص، يبقى ويل هاف فينيشت. يور باكس، في برضه ملحوظه عايز اكد لكم عليها في القصه دي عشان تبقى هي حاجه وعرفناها، ان دايما لما يكون في معاك باي زائد مستقبل اعمل حسابك انك انت بتستخدم مستقبل تام مباشره، يعني يبقى باي ومستقبل ناخد مستقبل تام. طيب تعال نشوف الجمله اللي عليها الدور. هنا بيقول لك يور بيست يور باجز، الشنط بتاعتك تبدو ثقيلة، أنا هساعدك، يبقى ده اسمه إيه؟ ده اسمه عرض مساعد، العرض ناخد معاه ويل والمصدر يبقى ويل هيل. إحنا خدنا دي كده اسمها مستقبل تام اللي كانت قبلها. رقم 7 بيقول لك ذا تيتشر سيز ذات وي ريلاتيف كلوز نيكست ويك، المدرس بيقول إن إحنا هندرس كذا، يعني ده ترتيب. طب اللي عرفك إنه ترتيب؟ إحنا هناخد الكشاكيل والمدرس كتب الورق اللي امتحنا فيه وجهز السبورة في ترتيبات، يبقى مضارع مستمر أر ستادينج. طيب الجملة اللي بعد كده. رقم 8 ماي جراند فادر، يعني جدي هيكون عنده 70 سنه، ده بيتكلم عن المواليد، والكلام عن المواليد يبقى ويل والمصدر يبقى ويل بي. ات 10 كلوك تومور، بكره الساعه 10 انا هكون راكب القطار رايح اسوان، يعني بكره لو طبيت عليك الساعه 10 هلاقيك مستمر، يبقى ده اسمه ايه؟ يعني ده اسمه مستقبل مستمر، يبقى ويل بي والفعل مضاف له اي ان جي، ادي ويل بي وادي ترافلنج معاه. وي ستادينج ذيس بوك باي ذا اند، في باي يا مستر وباي دي مع المستقبل التام يبقى ويل هاف فينيشت. طب معنى الجملة احنا هنكون انتهينا من دراسة الكتاب بنهاية العام. طب رقم 11 tomorrow we are playing from 3 o'clock to 4:30، ركز معايا، بكرة من الساعة 3 لحد الساعة 4 ونص هنكون بنلعب. طيب افرض الراجل جالك يزورك الساعة 4 مش 4 ونص، يعني كده هلاقيك مستمر في الحدث. هو بيقول لك بقى بكرة من 3 ل 4 ونص هنكون بنلعب، ده معناها ان انت لو جيت للساعة 4 هتلاقيني مستمر في اللعب، يبقى will be playing. طب بكره هنا في الجمله دي بيقول لك بكره هنلعب من 3 لحد 4 ونص، نفس الزمن، تمام؟ طيب افرض ان هو جالك الساعه 5 هتكون حدث اللعب اخر 4 ونص، يعني هيكون انتهى، يبقى ويل هاف بلايد، يبقى تقول له هنا ويل هاف بلايد. اتس 35، دلوقتي درجه الحراره 35 واحنا لسه الصبح، الدنيا شكلها هتبقى نار النهارده، يبقى تنبؤ مبني على دليل. احنا لسه بدري صاحيين الساعه 7، درجه الحراره مولعه نار، يبقى ده معناها ان اليوم ده هيكون حار، يبقى تنبؤ مبني على دليل، يبقى از جوينج تو. There are no clouds in the sky، مفيش أي سحب في السماء، ده معناها إن الدنيا هتكون حارة، يبقى it's going to be hot. بس خد بالك ده برضه تنبؤ مبني على دليل، وانتبه لفكرة إن بالرغم من الجملة دي فيها think اللي بنستخدم معاها will، بس إحنا خدنا عشان الدليل استخدمنا going to. 15 I predict، predict ده تنبؤ من كلمة بتعبر عن تنبؤ بلا دليل، يعني ده تنبؤ من غير دليل، يبقى نستخدم will. مع predict دايما ناخد will. There is a book club meeting after school and everyone there. بيقول لك في اجتماع للكتب لنادي الكتاب بعد المدرسه والناس كلها رايحه هناك. الجمله رقم 16 دي عايز اقول لك على ملحوظه فيها، حطها في ودانك كده. لو انت عايز تستخدم مضارع مستمر، يعني عايز مثلا تقول am going مثلا. I am going to do و I am doing.
اللي عايز اقوله لك هنا ان انت حضرتك لو عايز تستخدم going to ومش لقيتها في الاختيارات فتستخدم مكانها مضارع مستمر. طب لو انا عايز مضارع مستمر ومش موجوده تاخد going to، فالاثنين دول بيحلوا محل بعض. في جملتنا دي انت بتقول لي ان في مرتبين نعمل اجتماع لنادي الكتاب بعد المدرسه. الطبيعي ان ما دام اجتماع يبقى نستخدم مضارع مستمر. طب انا في الاختيارات هنا جاب لك مضارع مستمر ار جوينج، بس ما تنفعش لان ايفري وان، قال لك ان ايفري وان دي من اسمها فاعل غير معروف. فبنجيب بعدها الفعل مفرد ونجيب بعدها الضمير جمع. فاقول لك ايفري وان از ستادينج زير ليسن، خد بالك از مفرد لكن زير جمع. فهنا ايفري وان عايزين بعدها الفعل مفرد وهو مديني ار، فدي غلط. وطبعا احنا هنا في الجمله قلنا اجتماعات يعني ترتيبات فما ينفعش ويل. وهنا جو دي مضارع بسيط، يبقى المفروض نقول ايفري وان از جوينج تو. بس لو في الاختيارات دي از جوينج لوحديها كنا خدناها. طيب هنا ليه ما قاليش از جوينج تو جو تو زير؟ اصل القصه والقضيه ان احنا عارفين ان كلمه هوم، كلمه هير، كلمه زير، التلات كلمات دول دايما لا ياتي قبلهم حرف الجر تو. طب يذهب للمدرسه اسمها جو تو سكول، طب يذهب للمنزل اسمها جو هوم من غير تو، ما ينفعش نستخدم تو مع هوم. طيب الجمله اللي بعد كده رقم 17 بيقول لك في 17 اي ويل كول يو وين، ادي وين دي يا مستر الرابط، الرابط عايز بعده مضارع سواء مضارع بسيط او مضارع تام. يبقى اف وين اي، الاي عايزه معاها المصدر اللي هو ارايف. طب ليه ما ناخدش ارايف؟ ما هي دي مضارع لان اي بناخد بعدها الفعل في المصدر. القطار اللي رايح القاهره هيمشي على الرصيف الرابع وهو هيغادر بعد 30 دقيقه، والله القطار ده ميعاد ثابت يبقى ناخد مضارع بسيط. طب 19 next year السنه الجايه my grandfather 75، السنه الجايه جدي هيكون عنده كذا، يبقى ده كلام عن المواليد، والكلام عن المواليد عايز ويل، يبقى ناخد ويل بي. القاعده دي من اسهل ما يكون لو انت حفظت البنود النظريه الخاصه بيها. 20 زوز باجز لوك هيفي، الشنط اللي انت شايلها في ايدك دي تبدو ثقيله، لذلك انا ساساعدك. ساساعدك يبقى ده اسمه عرض مساعده، وانا عارف العرض والطلب باخد معاهم ويل، يبقى ويل كاري. don't phone her now، ما تتصلش بها دلوقتي يا عم، هي ربما تكون بتتناول العشاء، يعني معنى كده ان هي ربما تكون مستمره في تناول العشاء، يعني المفروض ويل بي والفعل مضاف اي ان جي، مفيش ولا واحده ويل بي فهو اجاب لك مي، وانت لو ترجمت هتلاقي ان مي اكثر دقه من ويل. انت بتقول لي ما تتصلش بها دلوقتي، هي ربما تكون بتتناول العشاء. I'm going on a holiday on Saturday، بص انا رايح اجازه يوم السبت الجاي. ده معناها ان الاسبوع الجاي زي دلوقتي انا هكون قاعد، بص انت قلت لي هكون قاعد، هكون مستمر في القعده على الشاطئ، يبقى مضارع، يبقى ده مش مفروض انه مضارع مستمر، يبقى ويل بي والفعل مضاف اي ان جي، يبقى ويل بي لاينج. ات 1 اوكلوك تمور، بكره الساعه 1، لو حضرتك طبيت عليا هتلاقيني بتغدى، يعني معنى كده ان الساعه 1 هتكون مستمر في الاكل، يبقى اي ويل بي ايتنج اللي هي نمبر سي. باي 10، والله يا مستر اللي فيها باي دي اسمها مستقبل تام، يبقى ويل هاف فينيشد. طب ما نترجم الساعة 10 كده هكون أنا خلصت عمل الوجبة كله. ده معناها إن أنا هكون فاضي. Let's eat dinner when، تعالى نتغدى لو نتناول العشاء عندما جون يأتي. أنت عارف إن وين رابط والرابط لازم بعده مضارع سواء مضارع بسيط أو مضارع تام. في الاختيارات هنا في مضارع بسيط يبقى جون جيتس. طب ليه ما ناخدش جيت؟ لأن جون ده اسم مفرد والاسم المفرد بنضيف للفعل اس. كان ممكن نستخدم جيتس أو نستخدم هاز جوت. Expert sink، والله sink يا مستر من الكلمات اللي بستخدم معاها ويل ما دام ما فيش دليل في الجملة. فالخبراء يتوقعون ان القاهره سوف يبلغ عدد الناس فيها الى مليون. طيب احنا نستخدم كلمه ويل جرو يعني سينمو، ولا ويل هاف جرون يعني سيكون قد وصل. بالعربي كده انت ايه اللي عرفك ان عدد الناس هيكون مليون واحد مثلا؟ لان احنا عدينا الناس، واحنا عدينا الناس بعد ما وصلوا العدد ده وخلص، يعني الحدث هيكون قد تم، يبقى المفروض ويل هاف جرون. 27 وي ا فاميلي بارتي اون ساتردي، احنا عندنا حفله للعيله يوم السبت. Would you like to come؟ حابب تيجي معانا؟ ركز معانا. بقول لك احنا عندنا حفله في العيله. يعني المفروض ان احنا نستخدم مضارع مستمر. طب ليه مضارع مستمر؟ لان الحفلات ترتيبات، فناخد we are having. هيجي واحد يقول لي مش يا مستر كلمه have هنا يعني يمتلك يعني عندنا. لا حضرتك المصطلح have an accident، كلمه have هنا معناها يحدث له حادثه، يعني ممكن اقول لك I am I was مثلا having an accident مثلا، كان بيحصل لي حادثه ساعتها يعني. يعني كلمة have هنا معناها يحدث له، تيجي في المستمر. طيب have a car دي معناها عندي سيارة، كده ما ينفعش تيجي في المستمر. طب لو قلنا مثلا قلنا have dinner دي مش معناها عنده غدا ولا عنده عشاء ولا عنده فطار، دي معناها يتناول فتيجي مستمر. طيب have a problem، هذا problem دي معناها يواجه مشكلة، فهنا ينفع تيجي في المستمر. فأنا عايزك ما تفهمش إن كلمة have ما تجيش في المستمر على وجه العموم، لا ما تجيش في المستمر لو معناها يمتلك أو عنده.
طيب انت في رقم 28 اور لاست ليسن اخر حصه، الحصه دي معاد ثابت في مضارع بسيط يبقى فينيشز. طيب there are a lot of people in the room، الغرفه مليانه ناس، يبدو ان الموضوع هيكون صعب انك تلاقي كرسي. معنى كده ان التنبؤ مبني على دليل اللي عرفك ان الدنيا هتكون صعبه انك تجيب كرسي الزحمه اللي في المكان، يبقى ده going to اللي هي رقم دي. بقول لك look there is a sandstorm، بص كده في عاصفه رمليه، انا هقفل الشباك. ايه اللي بيحصل لما يكون في عاصفه رمليه بنقفل الشباك؟ يبقى ده اسمه قرار سريع، علشان ده الشيء المنطقي اللي بنعمله في وقت معين. لما تقول انا عطشان الطبيعي انك تشرب فتقول I will drink، لما تقول انا جعان الطبيعي انك تقول I will eat. طيب فانت هنا هتقول لي will close، I can't see you later this evening، معلش مش هينفع قبلك النهارده، اصل انا مرتب اعمل وجبي، وما دام مرتب يبقى ده ترتيب، الترتيب مضارع مستمر يبقى I'm doing. There is a good film on TV tonight، الجملة دي 43 و44 الاثنين نفس الفكرة والاثنين مهمين. بقول لك يا عم في فيلم كويس على التلفزيون النهارده، اعتقد ان الفيلم ده، لا اللي في واحده قبلها كلناها، There's a good film on TV tonight، في فيلم كويس على التلفزيون النهارده، الفيلم ده هيبدا الساعه 10. انت عارف ان بدايه الفيلم ونهايه الفيلم وبدايه الماتش ونهايه البرنامج والحاجات دي كلها مواعيد ثابته، يبقى انت عايز مضارع بسيط فتاخد فينيشز. طب اللي بعدها في فيلم كويس على التلفزيون النهارده، اعتقد ان انت او اعتقد ان هو هينتهي الساعه كذا. يعني انت كده ما بتتكلمش على الجدول، يبقى انت هنا هتستخدم ويل فينيش. ركز معايا تاني في 32 33، في 32 في فيلم كويس الفيلم هيبدا الساعه 10 يبقى ناخد مضارع بسيط. طب في فيلم كويس اعتقد ان الفيلم هيبدا الساعه 10 يبقى انت مش عارف الميعاد المحدد يبقى انت بتفتي يبقى ناخد ويل. بليز ويت انتل، انت عارف يا فندم ان كلمه انتل دي من الروابط، اي رابط بيجي بعده لازم يكون فيه مضارع بسيط او تام. يبقى اقول لك انتظر من فضلك لحد ما الممرضه تنادي عليك، ينادي اللي هي الكول والممرضه مفرد فناخد كولز. I'm going to the airport in a minute، انا هروح المطار خلال دقيقه. My plane at 10 o'clock، طيارتي هتغادر او هتوصل الساعه 10. والله الطائره دي ميعاد ثابت ومع المواعيد الثابته بناخد مضارع بسيط يبقى my plane leaves. اوعى تفتكر ان مع المواعيد الثابته ناخد مضارع بسيط او مضارع تام، لا احنا لما يكون معانا رابط بنجيب بعده سواء مضارع بسيط او مضارع تام ده عادي. والناحيه الثانيه بيكون معانا will والمصدر او يكون معانا فعل امر او يكون معانا مضارع بسيط تاني، الاحتمالات دي كده هي كل الاحتمالات اللي تيجي مع الرابط. طب اديني مثال، بص معايا، اقول لك مثلا when I come او I have come I will call you، ده واحده. when I come او I have come I study، لما بروح بذاكر. الحاجه الثانيه when you come call me، يبقى ده امر. طيب يبقى احنا هنا قلنا في 35 ده مواعيد ثابته. 36 wake me up at 9 o'clock، بص صحيني الساعه 9، انا كده هكون نمت وشبعت، يعني معنى كده ان هو هيكون حدث اكتمل وانتهى، يعني هيكون حدث مستقبل تام، يبقى ويل هاف والتصريف الثالث اللي هي نمبر دي. لوك اي كان جيف يو ا ليفت تو ذا ستيشن بيكوز، انا ممكن اوصلك معايا المحطه، اصل انا ذات واي اني واي، هذا الطريق كده كده يعني على اي حال، يعني انا هكون ماشي في الطريق ده كده كده، فانا ممكن اخدك معايا، يبقى ويل بي درايفنج. ماي فاميلي مي اوت توداي فور باسنج ماي تيست، انا نجحت في الامتحان وبابايا هياخدني النهارده يفسحني، يعني معنى كده ان ده ترتيب لان هو مجهز نفسه ومامتك عملت الفشار وانت لابس هدومك فالدنيا فيها ترتيبات، يبقى مضارع مستمر يبقى ار تيكينج. 39 بيقول لك ماي براذر كريم لو ات كايرو يونيفرستي نيكست يير، نيكست يير دي من كلمات المستقبل البسيط، وانت بتقول اخويا هيدرس كذا يبقى ده مستقبل بسيط. طيب افرض انت في نفس الجمله دي بتقول لي ماي براذر كريم اخويا كريم نقط لو ات يونيفرستي next year this is his ambition، هذا طموحه. ما دام قال لك طموحه يا فندم يبقى انت هتاخد هنا going to وانت مغمض عينك، لكن في الجمله بتاعتنا اللي حلناها دي بيقول لك ان اخويا كريم هيدرس القانون من غير اي تنبؤ ولا اي دليل ولا اي حاجه. 40 I'm sure that you your time with us، انا متاكد ان انت هتستمتع بوقتك. والله شور دي من كلمات اللي بتيجي مع ويل، يبقى انا هقول له ويل انجوي، انا ماشي بسرعه شويه عشان جمل كتير ومش عايزك تحبط وتزهق. فانت بتسمع الفيديو دلوقتي، هرفع لك الملف ده بي دي اف برضو او هنزله بي دي اف على جروب التليجرام لو انت ما شفتوش، وهرفع الفيديو برضو، فلو في جمله معينه ما انتش فاهمها قول لي الجمله رقم كذا وانا هرد عليك. 41 بيقول لك باي ذا تايم ماي براذر از 30، يعني بحلول او قبل ان يصل اخويا لسن ال 30 هيكون اصبح ناجح. سيكون، خد بالك لما تقول لي سيكون قد، اعرف ان ده مستقبل تاني يبقى اقولها بيكم. ان ذا فيوتشر في المستقبل الكمبيوترات تراديشنال بوكس، هنا بقى انا محتاج اجي هنا عند الحته دي كده واكتب لك جملتين اثنين. عندك في حاجه اسمها ويل ريبليس، يعني ايه ويل ريبليس؟ يعني سيحل محل. وعندك حاجه اسمها ويل بي ريبليسد باي، ريبليسد باي دي سيستبدل بي او سيتم استبداله ب.
فيه. الكلام بالعربي مش واضح، فانا عشان ابسطها لك عايزك تعرف انك بتجيب الشيء الحلو اللي انت حابه اللي انت شايفه ايجابي تحطه مكان، او تقول ويل ريبليس الشيء الوحش اللي انت شايفه وحش، الشيء السيء بالنسبه لك. على سبيل المثال احنا عايزين نعمل نستخدم الكمبيوتر بدل العمال، فالشيء الحلو انت هتستخدمه الكمبيوتر، فانت هتقول لي بقى كمبيوتر ويل ريبليس يعني هيحل محل workers اللي هم العمال. حلو. طب انا اقول لك ان الكتاب الالكتروني هيحل محل الكتاب الورقي، فهقول لك بقى اي بوك الكتاب الالكتروني ويل ريبليس يعني سيحل محل بيبر بوكس الكتب الورقيه. حلو. طيب تيجي هنا بقى لما تقول لي ويل بي ريبليسد بي معناها سيستبدل بيه او سيتم استبداله بيه، انت بتجيب هنا الشيء السيء اللي انت شايفه وحش وهنا نحط الشيء الحلو. الشيء الوحش ده سيتم استبداله بالحاجه الحلوه دي. على سبيل المثال البيبر بوكس الكتب الورقيه ويل بي ريبليسد باي يعني سيتم استبدالها ب اي بوكس بالكتب الالكترونيه. طب ما تيجي نشوف جملتنا اللي بنحل فيها دي كده الراجل عايز يقول ايه. يقول لك يا عم في الجمله دي ان في المستقبل الكمبيوترات سوف تحل محل الكتب التقليديه. انا عايز استخدم كلمه سيحل محل، هو الكمبيوتر ده حلو صح؟ يعني طب هنا في الجمله انت جبت لي الشيء الحلو الاول، ركز انت جبت لي الشيء الحلو الاول، يبقى نستخدم ويل ريبليس وبعدين الناحيه الثانيه الشيء الوحش. فنعمل نفس اللعبه الهبله اللي انا بعملها دي كده، الشيء الحلو الاول فاكيد هنقول هنا ويل ريبليس اللي هي رقم ايه، ونترجم في المستقبل الكمبيوتر سيحل محل الكتب التقليديه. 43 ان ذا فيوتشر موست اوف اور ورك في المستقبل معظم الشغل بتاعنا بواسطه الالات سيفعل سيقام به. يبقى انت عايز ويل بي والباست بارتيسيبل، يبقى ويل بي دان دي معناها سيقام به، ده مجهول. باي ذا تايم وي جيت تو ذا ستاديوم قبل ما نوصل للاستاد المباراه ستكون بدات. خد بالك ستكون بدات، ايش معنى ستكون بدات؟ يبقى ويل هاف ستارتد يعني ايش معنى دي؟ لانك انت قلت لي باي ذا تايم بالمعنى انت بتقول لي قبل ما نوصل للاستاد المباراه هتبدا، يعني المباراه هتبدا الاول وبعدين احنا نوصل، يبقى ويل هاف ستارتد. طيب رقم 45 In the future every new book will probably، انت عارف ان بيقول لك في المستقبل كل كتاب سوف ينشر، يبقى will be والباست بارتيسيبل بابلشد اهي will be والباست بارتيسيبل. We hope that، انت عارف ان hope من كلمات will، the road early morning انا بتمنى ان الطريق سيخفف سيقلل ويبقى will reduce. 47 she is going to look for a job as soon as، as soon as دي من الكلمات اللي بتستخدم كروابط، الرابط بيجي دايما بعد مضارع سواء مضارع تام او مضارع بسيط، فانا عايز مضارع بسيط ومضارع تام. في مشكله في الجمله دي هتواجهك وهي ان انا قدام مضارع بسيط وده مضارع تام وده مستقبل مالناش دعوه مش عايزينها وده مضارع بسيط. اول حاجه هتروح للفاعل شي تاخد معاه الرابس على طول. طب ليه ما ناخدش دي؟ لا هي عايزه هاز، وليه ما ناخدش دي؟ المفروض نضيف اس عشان الفاعل المفرد. 48 there won't be anyone in the office. بص بقول لك الجمله دي حلها بقلبك شويه. بيقول لك مش هيكون في حد خالص في المكتب، اصل كل واحد سيكون قد غادر. قد غادر ما دام فيها قد يبقى ده مستقبل تام، يبقى ويل هاف كان. دونت فون مي بيفور 8 لو سمحت ما ترنش عليا قبل الساعه 8 اصل انا هكون بتناول العشاء، انا هكون مستمر في الاكل، يبقى ويل بي ايتنج ويل بي هافينج. طبعا هافينج ازاي مدار ازاي هاف المستمر يا مستر؟ مش المفروض هاف لا ياتي في المستمر؟ ما تجيش في المستمر لو معناها يمتلك. انت هنا بتقولي ساكون اتناول مش امتلك. This time tomorrow بكره زي دلوقتي احنا هنكون بنحتفل لان احنا هنكون قد نجحنا قد انهينا، يبقى ويل هاف فينيشت اللي هي نمبر بي. هو قاعد انقدح في الجمله دي وتقول لي هو هنا مديني مستقبل مستمر فاكيد ان المستقبل مستمر وعطف ومعطوف والهبل ده. لا انت بتقول لي بكره زي دلوقتي هنكون مستمرين في الاحتفالات لان احنا هنكون قد انتهينا من الامتحانات. باي ذا تايم يو جيت هوم قبل ما توصل البيت انا هكون نظفت، هكون قد نظفت لك، يبقى ويل هاف كليند. طيب بعد كده رقم 52 باي 2030 على سنه 2030 احنا متفقين لما يكون في باي وبعدها مستقبل فانا بستخدم مستقبل تام والكلام كده خلصان. فانا بقول لك باي 2030 على سنه 2030 التلوث بتاع العالم او بوبيليشن تعداد السكان اللي في العالم سيكون قد وصل 8 مليون او بليون، يبقى ويل هاف ريتشد. بعد كده بيفور وي نوت اور ليسن قبل ما نبدا الدرس، قبل ان نبدا دي مضارع فانت هتقول بيفور وي ستارت ثانيا لو من حيث المعنى يعني فكده كده ستارت. طب من حيث القاعده انا عارف ان بيفور رابط والرابط لازم بعد مضارع بسيط او تام، فخدنا ستارت وكان ممكن نقول بدل ستارت بيفور وي هاف ستارتد.
طيب رقم 54 I don't think you not any problems when you land in Luxor. أعتقد أن أنت لن يكون عندك مشاكل وسوف لا يكون عندك مشاكل إذا لما توصل Luxor. والله يا مستر كلمة think من الكلمات اللي مع will يبقى will have. Do you think هل تعتقد the teacher our homework boy Monday morning؟ هل تعتقد أن المعلم سيكون شفت أنا بقول لك بالعربي سيكون قد صحها قد صحها يبقى المستقبل تاني يبقى will have more كده. The bridge across the river by next January. خد بالك ان باي لما يكون بعدها مستقبل فحضرتك عايز مستقبل تام اللي هو will have والتصريف التالت. دي مش معانا ودي مش معانا في مشكلة. دي will have ودي will have. بس انت اكيد لو انت ترجمت الجملة كده هتلاقي will have built يعني سيكون قد بنى هو اللي بنى. لكن دي سيكون قد بني ده مجهول وانت بتقول الكوبري سيكون قد بني. 57 بيقول لك we not married next month would you like to come to the wedding. بيقول لك حابب تيجي الحفله احنا سنتزوج وسنتزوج. الحفلات والزفاف والقصه دي عباره عن ترتيبات لانك بتعزم الناس وتجهز الاكل وكده فده ترتيبات في مضارع مستمر يبقى are getting. when you get off the train ساعه ما تنزل من القطار انا ساكون قد انتظرت ولا ساكون منتظرا. ساكون منتظرا يبقى will be والفعل مرفوع ان جي لان المستقبل مستمر. باي 2030 يا مستر باي وباي ومستقبل يبقى مستقبل تام. العلماء سيكونوا قد اخترعوا قد اخترعوا يبقى will have invented. طب in 2030 we will not the same clothes. طب هتيجي نترجم بقول لك في سنه 2030 احنا هنكون لابسين نفس الملابس. خد بالك هنكون لابسين يعني ده مستمر يبقى will be wearing. don't come round at 6 o'clock اوعى تيجي الساعه 6 لو سمحت. I will still انا ساكون مستمرا في عمل واجبي يبقى will بي والفعل المضاف له ing ادي will ناقص بي والing يبقى will be doing. if you want to come round at 7 لو انت عايز تيجي الساعه 7 you can عادي تعالى انا هكون خلصت. عادي تعرف ان خلصت دي معناها ده مستقبل تام اللي هي will have والpost participle يبقى will have finished. I am sure ما دام فيها شور يا عم يبقى دي عايزه معاها دايما will يبقى I am sure you a lovely time يبقى will spend اللي هي نمبر بي. 65 بيقول لك my sister is pregnant اختي حامل. she not a baby هي ستنجب طفلا. انت ايه اللي عرفك انها تنجب يا سيدي انها حامل يبقى ده تنبؤ مبني على دليل يبقى انا محتاج going to يبقى she is going to have. before the end of the 21st century قبل نهايه القرن الواحد والعشرين احنا سنكون قد عشنا يبقى will have والpost participle will have found. الجمل من 67 وانت نازل كده جمل امتحانات ثانويه عامه قديمه يعني عايزك تركز فيها رغم ان هي ابسط من الجمل الاولانيه لكن هي اللي فعلا من ثانويه عامه. اول جمله it's arranged والله arranged دي بتيجي مع مضارع مستمر يبقى it's arranged we are going. طب الثانيه رقم 68 I think my cousin A engineering اعتقد ان ابن عمي هيدرس الهندسه يبقى ده تنبؤ مبني على دليل بناخد will study. طب افرض نفس الجمله وحاطط لك نقطه هنا وقال لك it's his ambition كنا خدنا going to not tennis after school today. السؤال ده بيقول لك هل انت هتلعب تنس بعد المدرسه؟ يعني هل انت مرتب تلعب تنس بعد المدرسه؟ طب وانت ايه اللي قلت مرتب؟ اصلا لما اسالك اقول لك هل هتلعب تنس بعد المدرسه؟ يعني انت هل جبت معاك المضرب وهل جبت الطقم اللي هتلعب فيه وجبت ميه عشان تبقى تشرب وجبت معاك مناديل؟ ففي ترتيبات. 70 بقى ماي جيرمان ليسن حصه الالماني بتاعتي هتبدا الساعه 4. الالماني الحصه دي يعني مواعيد ثابته ومع المواعيد الثابته بستخدم مضارع بسيط. يبقى انا ممكن اقول انها حاجه من الاثنين يا اما ستارت يا اما از. The launch of the satellite اطلاق القمر الصناعي طبعا ده ميعاد ثابت ما ينفعش يتغير فعشان كده مضارع بسيط في از. طب ليه بنقول على ده ميعاد ثابت؟ اصل احنا بنفضي المجال الجوي الساعه 8 مثلا عشان في صاروخ طالع فلما احنا نفضي المجال الجوي الساعه 8 يبقى ده ميعاد ثابت لازم يحصل في الحاجات دي. ونقط probably probably كلمه من كلمات الاحتمالات فحضرتك هتقول will. طب I can't talk I can't من كلمات المضارع مستمر بس انا عايز اقتنع بقول لك انا مش هينفع اكلمك دلوقتي اصل انا مستمر في عمل الواجب يبقى انت المفروض تاخد مستمر اللي هي I'm doing او مرتب ان اعمل الواجب يبقى برضه مضارع مستمر. I can't meet you this afternoon معلش مش هعرف اقابلك النهارده الظهر اصل انا عندي مرتب اني اعمل تسوق يبقى I am doing برضه. 75 هلو احمد اهلا يا احمد انا سوف اذهب الى المطار خلال ان منت خلال دقيقه. طبعا I go and going ولا I have gone ولا I would gone طبعا دي مش معانا خالص would ولا معانا have gone ده مضارع تام انت محتار بين الاثنين دول. وانت بتقول لي رايح المطار يعني انت مرتب ولابس جزمتك واخد فلوسك في جيبك يبقى مضارع مستمر عشان ترتيبات. يبقى دي كده اسمها ترتيب. 76 my plane الطياره بتاعتي ميعاد ثابت ده موعد ثابت يبقى اخد مضارع بسيط يبقى leaves اللي هي دي. I am studying medicine انا بدرس الطب يبقى انا هكون دكتور. انت هتكون دكتور بدليل انك انت بتدرس طب يبقى تاخد going to I'm going to be وده ده تنبؤ مبني على دليل.
78 she not probably. probably من كلمات الاحتمال، والاحتمال باخد معاه will، يبقى she will probably. I expect، expect to predict to think، الناس دي كلها مع will، يبقى that he will. بس عايزك تفهم ان الكلمات دي دايما ناخد معاها will اذا لما ياتي معها دليل، لكن لو في دليل الدليل يغلب. طيب بعد كده رقم 8 perhaps they are visiting ولا ايه؟ المهم perhaps دي من الكلمات اللي بستخدمها مع will، يبقى perhaps they will visit. في هنا كلمه visit زياده طبعا قالت مطبعيه. somebody is knocking on the door، في حد بيخبط على الباب، فالطبيعي انك تفتح له، فده اسمه قرار سريع، قرار سريع مع will. يبقى المفروض نقول someone is knocking the door، I will go and open it. طب 82 she not to Spain next Monday، everything is arranged. arranged يبقى ده ترتيب، والترتيب مضارع مستمر، يبقى is flying. I not tennis with my friend، that is my plan. plan يعني خطه، والخطه معاها going to، يبقى المفروض نقول I am going to play. 84 he drives at breakneck speed، هو بيقود بسرعه جنونيه، ده معناها انه يعمل حادثه. انت عارف انه يعمل حادثه بدليل ان هو ماشي بسرعه، يبقى انت محتاج is going to have. 85 watch out، احترس. احترس دي لفظ التحذير، فانا عندي احتماليه ان انا اجيب لفظ التحذير لوحده، لفظ التحذير لوحده فناخد going to، او ان انا اجيب في الجمله لفظ التحذير واجيب مع or فناخد في الحاله دي will. فانت هنا بتقول لي watch out، احترس، يبقى انت عايز going to، يبقى I am are going to drop. طيب هنا help me، هتساعدني، والله هتساعدني، دي عرض وطلب، فناخد will، يبقى المفروض نقول له will you. don't worry، ما تقلقش، انا you add the money you need، ما تقلقش هديك الفلوس اللي انت محتاجها. يعني معنى كده انه بيعرض عليك المساعده، وعرض المساعده عايز will، يبقى will lend. قاعده من ابسط ما يكون لو انت حافظ النظري. بعد كده 88 I not 25 next Monday، والله انا هيكون عندي 25 سنه يوم الاثنين الجاي. يبقى ده كلام بيتكلم عن المواليد، والمواليد بناخد معاها will، يبقى will be. I can't see you tomorrow، معلش مش هينفع اقابلك بكره، اصل انا مرتب ان اقابل ابن عمي. والله مرتب دي ترتيبات، يبقى مضارع مستمر. don't phone me at 8، لو سمحت ما ترنش عليا الساعه 8 بكره، اصل انا هكون مستمر في حاجه معينه. مستمر يبقى will be ing، يبقى will be driving. look at those black clouds، شايف ان السحب السوداء اللي في السماء دي، اعتقد الدنيا هتمطر. والله في سحب سوداء، ده دليل ان الدنيا هتمطر، يبقى معاك تنبؤ مبني على دليل، يبقى going to، it's going to rain. she not probably، probably من كلمات الاحتمال، ومع الاحتمال دايما بناخد will، يبقى المفروض نقول she will. she has decided that she not عايزين نستدي من هنا، يعني هي قررت انها ستذاكر. والله decided دي القرار، ما استخدم معاها going to، والمفروض ان انا لو ما لقيتش going to ناخد مضارع مستمر، صح؟ ادي قدام مضارع مستمر ومعايا going to، فناخد going to عشان هي المطلوبه. be careful، احترس. you not، والله في لفظ قدامي لفظ التحذير، لفظ التحذير ده بناخد معاه دايما going to. طب لو انا لقيت لفظ التحذير ومعايا or في نفس الجمله، فما ينفعش غير will. فاقول لك take care you are going to fall، او take care or you will fall. المهم ان انا قدامي لفظ تحذير ومفيش or، يبقى ناخد going to. ذات ذا فون، التليفون بيرن ولا ايه؟ ذات ذا فون يبقى الصوت اللي انا سامعه ده صوت التليفون، انا سارد على التليفون، يبقى ده اسمه قرار سريع. ليه قرار سريع؟ ايه اللي انت هتعمله لما تسمع التليفون بيرن؟ طبيعي هترد على التليفون، يبقى will answer. 96 باي 10 كلوك، قبل الساعه ما توصل 10 انا هكون خلصت، يبقى will have finished. وانت عارف ان باي مع المستقبل، مستقبل تاه. I predict، انا بتنبأ ان في المستقبل الموبايلات سوف تستخدم او سوف تكون اصغر. والله ما دام في بريدكت يعني تنبؤ يعني بيهبد وبيفتي، يبقى will. ذا فيلم، الفيلم هيبدا الساعه 7، الفيلم ده ميعاد ثابت، لان كده كده الفيلم هيبدا الساعه 7 على القناه الاولى، لو انت سمعته او ما سمعتوش فده موعد ثابت. طيب الجمله اللي بعد كده 99 there is a good film tonight، في فيلم كويس النهارده على التلفزيون. I am sure، انا متاكد ان انت هتستمتع بيه. والله ما دام في sure يبقى will enjoy. my train، القطار بتاعي، القطار ده بستخدمه مع المواعيد الثابته، لان القطار معاده ثابت ومعروف، يبقى مضارع بسيط، يبقى leaves. I have made arrangements، والله arrangements دي ترتيبات، يبقى انا عايز ترتيب، يبقى is او am meeting. I have decided، انا قررت ان انا ساقابل البروفيسور علي. انتبه ان انت بتقول قررت ان اقابل البروفيسور علي، يعني معنى كده ان انت محتاج المقابله دي عايزه ترتيب، والترتيب مضارع مستمر، ومش موجود مضارع مستمر، هناخد going to. it not rain، انت عارف ان في جمله زي كده في ملحوظه مهمه عايزك تعرفها، انك انت لما يكون معاك في الجمله ظرف، فانت بتقول it will probably rain. لاحظ ان انت عملت ايه؟ عملت الفعل مساعد وبعدين الظرف وبعدين الفعل، زي ما تقول برضو it can sometimes happen او may sometimes leave او will probably leave وهكذا، فالظرف يكون في النص.
بص على الجمل دي كده، الثلاث دول اربع جمل اللي هو مديهم لك دول. اول واحد يقول لك it not، طبعا will probably rain، يبقى الفعل مساعد والظرف والفعل في المصدر هي دي. طب ما هي فعل مساعد واي ان جي، لا ما هو انت حضرتك بتقول لي probably، وبروبابلي دي من الكلمات الاحتمال، والاحتمال دايما مع will. طب 104 I not some relatives next week it is already arranged. بص يا سيدي، هو حتى لو ما قالكش it's arranged، انت عارف ان arranged دي ترتيب، والترتيب انت محتاج معاه مضارع مستمر، حلو؟ فهتختار هنا I am visiting. بس انت عارف حتى لو هو ما كانش قال دي كنا هناخد I am visiting، لان الزيارات ترتيبات. انا عايز ازور عمي، فهتصل بيه اقول له انتوا موجودين في البيت ولا مش موجودين، طب ينفع لبكره، ينفع لبعده، فترتيبات اهي. By next July، قبل يوليو المقبل، انا هكون خلصت بناء الفيلا الجديده، يبقى will have built. 106 there are no clouds، مفيش اي سحب في السماء، ده معناها ان الدنيا هتكون حر. يعني انت ايه اللي عرفك الدنيا هتكون حر؟ مفيش سحب، يبقى ده تنبؤ مبني على دليل، يبقى is going to be. طب يا مستر ما انا قدامي think و think دي بتاخد معاها will، قدامي دليل والدليل باخد معاها going to، قلت لك الدليل يغلب. at 1 o'clock tomorrow، الساعه 1 بكره، انا هكون بتناول الاكل مع اصدقائي، يعني معنى كده ان انا هكون مستمر، يبقى I will be eating. 108 perhaps، ان perhaps من كلمات الاحتمال، فمن غير ما تكمل يبقى will والمصدر. watch out لفظ التحذير، مش معايا اور يبقى ناخد going to، يبقى I'm going to break. طب watch out اور ناخد will. by the time you arrive، قبل ما توصل البيت الغداء بتاعك هيكون قد جهز، سيكون قد جهز، يبقى will have been prepared. I have bought a ticket، او انت عارف ان لما يكون في الجمله كلمه ticket وكلمه فيزا كلمة باسبورت، اكيد انت معاك في ايدك فيزا، فاكيد انت مرتب تعمل حاجه، ماسك في ايدك الباسبورت فانت اكيد مرتب تمشي، ماسك في ايدك التيكت التذكره قدام السينما، يبقى انت اكيد مرتب تسمع الفيلم. طيب 112 بيقول لك شي نوت تو سبين نيكست مونداي، everything is arranged. arranged دي يعني مترتب، ولما يكون في arranged ترتيب يبقى مضارع مستمر is flying. The train from Cairo، القطار يا فندم ده موعد ثابت، مع الموعد الثابت بستخدم مضارع بسيط، يبقى ده train from Cairo arrives. انا عايزك تركز في حته عشان ما تلخبطش فيها، ايه هي الحته دي؟ احنا اتفقنا ان بعد الرابط، والكلام ده انا قلته مره قبل كده في نفس الفيديو ده، لما يكون معاك رابط فانت بتاخد مضارع بسيط او ممكن مضارع تام عادي، والناحيه الثانيه انت المفروض تستخدم مستقبل يعني will والمصدر، وممكن تستخدم فعل امر، وممكن تستخدم مضارع بسيط، حلو؟ ايه اللي ممكن يلخبط بقى سيادتك؟ ان الجمله يكون فيها ترتيب، لا سوري، ان الجمله يكون فيها موعد ثابت، الموعد الثابت بستخدم معاه مين؟ مضارع بسيط. طب ما ينفعش زي ما انت قلت لي هنا مضارع بسيط او مضارع تام، ناخد مضارع بسيط او تام هنا؟ لا، هقول لك لا، اركز في دي عشان دي مهمه. الموعد الثابت ما ينفعش الا مضارع بسيط فقط، مش مضارع تام. طيب في جملتنا اللي قدامنا رقم 114 بقول لك هي نوت هيز كيدز تو ماتش ذا ماتش تونايت، هو هياخد عياله يودوهم يسمعوا الماتش النهارده بالليل. هي بوكد 3 تيكتس، بداية بوكد يعني حاجز يعني مرتب، وتذاكر يعني مرتب، وهو هياخد العيال يعني مرتب يطلع بره، يعني كل ده ترتيب، فمضارع مستمر يبقى از درايفنج. I think I know this watch، والله I think لوحديها مفيش معاها دليل، يبقى ناخد ويل، يبقى ويل باي. توم نو ذا دايركتور ان ا فيو مينت، ان فيو مينتس او ا فيو مينتس، توم سوف يقابل المدير خلال دقائق، سوف يقابل يعني الراجل ده عامل ترتيب يعني مرتب يعمل كده، فا از سيينج. I promise، أنا بوعدك إن أنا هأعطيك هدية أو سأشتري لك هدية. بروميس دي من الكلمات اللي بتيجي مع ويل، يبقى ويل باي. اللي عرفك إنها بتيجي مع ويل من حافظ إن بريدكت وبروميس وإكسبكت وهوب وشور وون داي، الكلام ده كله وأم أفرد، حافظ الكلام ده، حافظ الكلام ده بيجي مع ويل. The cup is on the edge، بص يا سيدي، بيقول لك إن عند اقتراب حدوث الشيء بنستخدم، عند اقتراب حدوث الشيء بنستخدم going to. فانت في الجمله رقم 108 18 بتقول لي الكوبايه على حافه الترابيزه، ده معناها انها تقع اقتربت من الوقوع، يبقى is going to fall. She has already packed her bags، جهزت الشنط بتاعتها، يعني معنى كده ان في ترتيب انها تعمل حاجه معينه، يبقى she is going to leave. طب يا مستر مش الترتيب محتاجين مضارع مستمر؟ ما هو مش موجود فخدنا مكانه going to، ولو عايزين going to مش موجود هناخد مضارع مستمر. انا هكسر لك رقبتك لو انت عملت كده تاني، يبقى ده اسمه تهديد، التهديد ياخد ويل، يبقى اي ويل بريك. طيب as soon as she، as soon as دي رابط، فالرابط عايز بعد مضارع بسيط او مضارع تام، وانا هنا في الجمله مفيش قدامي غير مضارع بسيط. طيب بعد كده I not leave until، والله until دي رابط والرابط بعد مضارع، فانا عايز قبله مستقبل، فناخد want. المعنى والقاعده مش عايزين الا want، المعنى خد القاعده قلنا until رابط بعدها مضارع قبلها مستقبل، ده من حيث القاعده. طب من حيث المعنى انت بتقولي سوف لا اغادر،
الا بعد انا تناول الغداء. 123 when she not her exam، لما هي تخلص امتحاناتها. والله الرابط، فانا عايز بعد مضارع بسيط او مضارع تام، سو ماضي وما ينفعش ويل، وماضي تام فانت عايز مضارع بسيط اللي هي سيز، وكان ممكن نقول when she has seen. 124 هي a job as soon as he gets his degree، هو سيحصل على وظيفة بمجرد ان. والله as soon as دي عايزة بعدها مضارع وقبلها هنا مستقبل، يبقى المفروض نستخدم will get اللي هي دي will get. 125 as soon as الرابط العظيم بعدها مضارع، يبقى انت عايز هنا مستقبل او امر او مضارع تاني. تعال نترجم، بمجرد ما علي يوصل اخبره، يبقى انت عايز فعل امر اللي هي tell، الامر دايما في المصدر. 126 before you operate this machine، قبل ان تشغل الآلة، not the instruction، اقرأ التعليمات، يبقى انت عايز فعل امر، يبقى تقول لي read. الترجمة هي الحل، لو ترجمت هترتاح. I will wait here، انا سانتظر هنا الى انه لحد ما هم ينادوا اسمي. ينادي ده مضارع وزي جمع، يبقى زي كول. ثانيا الرابط بعد مضارع وقبله مستقبل. when she، عندما هي الوظيفة الجديدة. والله وين رابط بعدها مضارع بسيط او تام، يبقى ناخد gets، وكان ممكن ناخد has got. it's arranged، arranged يعني الموضوع مترتب، ولما يكون في ترتيب بناخد مضارع مستمر. قاعدة لطيفة جدا. I think my cousin engineering، اعتقد ان ابن عمي هيدرس الهندسة، يبقى ده تنبؤ بلا دليل، فناخد will study. اللي حصة الالماني بتاعتي هتبدأ الساعة 4، والله حصة معاد ثابت، يبقى starts دي جملتين مكررين. اطلاق القمر الصناعي at 7:15، يبقى is، وممكن كنا نستخدم startes. we probably، probably اللي عايزه will، يبقى we will probably. I can't meet you، والله can't دي من الكلمات اللي عايزه مضارع مستمر، وده سؤال مكرر. اهلا يا احمد، I to the airport at 9، انا هكون في المطار خلال دقيقة، يبقى ده مضارع مستمر. I'm going، لان ده ترتيب. I am studying medicine، انا بدرس الطب، هكون دكتور، يبقى انت هتكون دكتور بدليل انك بدرس الطب، يبقى going to. الجمل دي لحد دلوقتي كده مكررة. بص هوقف الفيديو واشوفهم لو مكررين، بحيث ما نفضلش نضيع في وقت. مجموعه الجمل اللي انا ظللت عليها دي مكرره كلها، خليناهم قبل كده في نفس الملف ده، فمش هنضيع فيهم وقت عشان نستفيد بالوقت. رقم 142 دي مش موجوده. in the next 90 years، خلال او في ال 90 سنه الجايين دول، مئات الغابات سوف تنقذ، يعني سيكون تم انقاذها، يبقى will have been saved، لان ده مجهول. Arab travelers learned، والله انا عايزك تعرف ان دي مالهاش علاقه بالقاعده. learn to والمصدر، او learn how to والمصدر، learn to study او learn how to study، يبقى انت هتقولي how to make، وكان ممكن نقول learn to make. we not less paper because we read a book، a books. احنا هنعمل ايه في الورق اقل، لان احنا بنقرا كتب إلكترونية، إحنا بنقرأ كتب إلكترونية، ولذلك إحنا سوف نستخدم ورق أقل، يبقى المفروض نقول will use. تاني كده، إحنا سنستخدم ورقا أقل، لأن إحنا بنستخدم كتب إلكترونية. I am sure that، أنا متأكد، والله في sure يبقى will. I am sure that he will do the mission well. I have made the arrangements. Arrangements يبقى ترتيبات، يبقى مضارع مستمر، يبقى I am meeting. 47 I have decided that I، بروفيسور علي، والله انك هتقابل البروفيسور، المقابلات ترتيبات، والترتيبات مضارع مستمر. لو في I am meeting ماشي، ما فيش يبقى I am going to meet. يعني دي ما خدناها مكان I am meeting. I not some relatives next week that's already arranged، والله arranged يبقى ترتيب، والترتيب مضارع مستمر، يبقى I am visiting. احنا كده خدنا 148 جملة على زمن المستقبل. انتظروا اخر حاجه في الجدول ده باقي معانا، اللي هي الاسماء المعدوده وغير معدوده. ان شاء الله رب العالمين بكره الصبح هيكون في ملف موجود، واخر اليوم هيكون في فيديو الحل موجود، وبعد كده هنعمل كمان لحد محتوى لحد يوم 5، هنعمل في القواعد لحد يوم 5، يعني في كمان حصتين تقريبا. وبعد كده الناس اللي حابه تكمل معانا اشتراك شهر 9، اهلا وسهلا بيكم. حضرتك هتحول لي على 010 20 7 8 7 8 3 9، علشان انا هعمل جروب تليجرام مختلف عن الجروب اللي شغال ده، وهدخل الناس انا مانوالي، مش هبعت الرابط لحد، لان انا بعت الرابط للناس فانا بعته زمايلهم، وفي ناس دخلت كده وما حبيتش اطلعهم احرجهم يعني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.